السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، ارتأينا أن كان من المفروض أن يقام حفل ولائي. الحفل الولائي المفروض كان يقام هنا في المسجد، لكن لأسباب لا نعلمها أقيم الحفل في الولاية، وكنا من المذعورين في الولاية، لكن أبينا إلا أن نحتفل مع أبنائنا، هنا بالرغم من كل النقائص. فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. بالرغم من كل النقائص عذرنا عنا، وخير ما نستهل به الحال آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على ما سمعنا قبل الملحق. علّوا وبشحتوا.